بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد تولينزا باب الاشتغال نفكر ما نبيني تولي جورا فتكيليزا يالي مام أو فيتو مهم كنيني كان اشتغال نو كنا نيني كنا المشغول نكون الشاغل نكون مشغول عنه يو الشاغل كنا نجيني تواناني مشغول بيه kuna ishtighali wenyewe bali ndio usulub. Wakati ukisema Zaid dan darabtuhu au Zaidun darabtuhu, sio? Huu usulub wetu nini? Ishtighal. Zaidan au Zaid wetu nini? Mashghulu anhu. Hii fi'li wetu nini? Mashghul. Ile dhamir huu inaitwa shaghil au inaitwa nini? Mashghul bihi. Mashghul anhu ile Zaid. Kino chure tena, kama nini kuthibitisha zaidi, kwa sababu gani, huku tendapo, si pepesi. Huku tendapo, si pepesi. Kuna zaidan, warabtu, au, zaidan, ضربت غلامه صح يدريني نيت اشتغال اشتغال زيدوي اتونان مشغول ناني زيت زيت هو هابا هو هابا وصاويلي لما شغل عنه صح هي فعل ضربته هي ضربته ايش وانيني مشغوله هي هو نا غلام كيف تفعليني؟ الشاغل أوليلي مشغول به كتنكو زوري مشغول به آه سسويفا دي زوري آه له ضمير تمدوشا هو تقسم نيني زيدا ضربته زيو لو تمدوشا ضمير أبو نشاغي لو تمدوشا تقول زيدا ضربته زيد تقول مفعول مقدم ايه ايه تصونا اللوغي كوت موندوشي اللي ضمير هي فيه تسا يتقون إلي يتنصبش زيت شرطه هيفو اسبقوا هيفو هيتور كباب اشتغال شو فهمي أنا بغاب نعم نعم شغلي هيفو اشتغال كما نوصي منيوي يكون اسم مانسو لا ونوي اسم يكون مانسو كيش بداك يجي فعل دو يضربت هي فعل يكاو يمشغوليش وانا زيد يمشغوليش وانا زيد يعني قال لها هابا زيدا ضربت هي فعل هيكو شغوليش وانا زيد زيدا ضربت فعل هكونا كيتو بكم لني كي ممشغوليش انا زيد هزيد تكون مفعول مقدم ضفي لفاعل كما مسمى ضربت زيدا صح لكن هذا فعل هيكون رجع زيد كسب قال إيه مش شغلي شو رأي ضمير رشاغل صح تزهين وتقانيني اشتغال اشتغال كوجا اسمه كيش كوجا فعل كيش الفعل كان مشغول إيه مش شغلي شو إيه مش شغلي شو نانيني كنا سبيش اسمه لتقولية كسب قال كسب يا ضمير يا اسمه لتقولية أو كسب يا اسمه يجيني أم بقام مش كمان الضمير إلى اسمه لتقولية
Onamna mo kwamba lote ondoshe ile dhamir au ile ismu mbo kumishika na dhamir ile fili tarigia Zaid ibn Aswishi. Kama hapa onapa fili hakuna shughulishwa imemnasibisha Zaid, lakini hapa Zaid huyu hakuna sibishwa dharabtu dharabtu meshughulishwa hapa mshagali ile kufupi nini na ndio sasa tasoma sasa tumjue amenasibishwa nini Zaid na yafanjia gapi Zaid kufanywa. إذا تكرر هذا يعني كنت مسوما نيوما ثم فيك سمو هي يعني كثبوت جنبو هيلي نكثبوت كفهم اشتغال بس نكمبيا فنقول سيسي تسمى يجوز في الاسم المتقدم يفا كتك الاسم المتقدم أبو قول مشغول عنه هو زيد فهمو قولوا لي اسم متقدم يجوز نيني أن يرفع بالابتداء كرفع يشوف أنه مبتدا زيد ضربته صح وقف أنه مبتدا خبرك وابي وتكون الجملة بعده في محل رفع الخبرية هي جملة هي تكون في محل رفع يعني خبر يا زيد وقف أنه زيد اسم متقدم وعوزة كيفانيا فيبي زيدون ضربته وكرفيشة وكرفيشة زيد قولين مبتدا خبرك كوابي هي جملة هي جملة في محلي رفع خبر مبتدا صح بس اسم متقدم هو اذا كرفيشه وكرفيشه تفعل مبتدا خبرك وابي ليله جمله بعدك ضربت في الفاعل والهاو مفعول الجمله في محل رفع خبر مبتدا وان ينصب وان ينصب يعني ويجوز في الاسم المتقدم ان ينصب يمعطوف عليه ان يرفع نافاك الاسم المتقدم ان ينصب يفعل كاسم متقدم كفايه نيني كنسبيشوا تبت كسما نيني زيدان ويزو كفايه نيني كنسبيش زيدان تبت نسبيشوا نيني بفعل محذوف إلا بكم بيتو نسبيش زيد هابا إلا نسبيش زيد نفعل بكم يوندوشوا وجوبا تينا وفايقو يذيريشا وكسما ضربت زيدا ضربته سيفوس حي اللغه ينو تمي لغه قومنيت كيرابها يا سميف ضربت زيدا ضربته زيو رغم اشتغالي الى فيل ابو غرس بشي مشغول عنه هتاجي كما كسما نيني الزم الصدق الصدق سكيرابو افضل هزم كرابو صدقا لك ديو لكن ورابو زوم زيفي ورابو زوم زنيني إلزم الصدقة صدقة تو صدقة موجة إلزم الصدقة بس وتقول يا بيلي تو إلزم الصدقة الصدقة سيو شغل تقوليني الإغراء نسوم غير كمون حنا تقول جتنا أبغى تغنيني قاتل إن شاء الله وأن ينصب بفعل محذوف نايزا كنسبيشو كفيلا مكو ميوندوشو وجوبا تاني ميوندوشو كي يجيبو يفسره ويفسريه فعلي وكتاكو يجوا الفعل المذكور إلى فعل لو تاجوا أصلا يزيد أبا إمي نسبيشو نفيل محذوف وتاجوا فيب لفيل نيبي إلى فعل محذوف وفسيره نهي فعل مذكور واو قد قسم زيدا ضربته
وزيد لمفعول به منصوب بفعل محذوف سيو تقديره ضربت زيدا إلى ليتك فاهميش تسيليتك كمان إنه واو ضربت زيدا ضربته ولجواجكم من كنا ضربت أبا imefasiriwa na hii fiil madhkur. Sasa hii fiil madhkur hapa yaitwa mufassira, mufassir. Au za mufassira kasema jumla mufassira, sio? Au za mufassir al fiil madhkur, sasa mufassira ile jumla madhkura, sawa? Na hino مفسر. سأقول مفسر لا مفسر. هي بعد زيد أن مفسر يفسر فسرين إليه عمله فيتوا. يجليش له فيتا. لا إليه لمفسر. هي ندار المدلول. سيو. نقد كلوها. كركبة بيشتغالي هاي فاي كوكسان يوبيلي. مفسر مفسر. سموجا. إذا كان. Hawataki ukusanye bila nini? Mufassir na mufassar. Ifahamike shau kije fahamu bado utaeleza. Na tumejua kwamba hii ukisema zaidan darabtuhu, zaid za kumnarfaisha, ukisema zaidun darabtuhu, ukakaa zaid nani? Ni mubtada. Na ile jumla baada yake nini? Ni khabar, fi ma'rifa khabar. Hakuna mufassir au mufassara. نقول لك اسم زيدا ضربته زيد رقم مفعول لفعل محذوف وجوبا تقديره ضربت زيدا سيو ولجواج يقول ضربت يفسر انا اليه يا مبيلي بس اللي مبيلي ني مفسر نهينه مفسر وينصب بفعل محذوف نايزكانا ويزا ويبي kunasibisha ile ismu mutakaddim bifil mahdhuf kwa fil ondosh wujuban tena yufassiruhu huifasiri fiili hiyo alfil madhkur ile fil gani ile utajwa mbele ikiwa ni hivyo fala mawdhi alil jumla hina idhin hi jumla takwa haina mahala limadha li annaha mufassiratun ni jumla yenye kufasiri kalia wakati ukisema zaidun darabtu hi jumla ina mahala fi mahali rafi alkhabar sio ukisema nini zaidun darabtu hi jumla fi mahali rafi alkhabar ukisema zaidan darabtu aljumla laysa laha mahal min irab ukisema zaidan sio ile jumla darabtu hi ina mahala min irab ni mufassirat ni mufassirat na jumla yote ambayo ni mufassira وهين مهال الكرام واضح يعني كتك الجمل التي ليس لها محل من إعراب نيني المفسرة الجملة المفسرة جو مفسر اللي هي كتريني كتك باب اشتغال أبو قوامبا اسم متقدم منصوبا واضح وتقدير فعل في المثال الاول نا قدر الفعل كاتكا مفانو كوانزا البوستيما زيدا ضربته وتقدير ضربت زيدا ضربته وصبري ضربته دول قدر ضربت يا كوانزا وفي المثال الثاني لكاتكا مفانو بيل بوستيما زيدا مررت به زيدا مررت به وتسيما جاوزت زيدا مررت به واضح جاوزت زيدا nimempita zaidi maroto bigi nimempita kwake hapo be khalifu wewe hukula na tabkule na maroto na ingai maroto ni fasiri jawaz sababu nini maroto itaki mafuli na tayo kusema yataka yataka usaidizwa ba ndio na zaid al mansub zas ni maful mansub wezo cha maroto wewe tafili nyingine ina maana maroto ambaye ataka mafuli ile jawaz tu zaidan wanapo kabisa kwa sababu hiyo سبوزو سمانيني
مررت زيدا نقول مررت زيدا تبيه تشيليني كسر وتبيه نهيم منصوب وانا من يقوم بيابا ولا تقدر مررت هافي قدري مررت قنيني لأنه لا يصل اسم نفسه كسمرته هاي فيكي اسمك نفسياك مررت هاي فيكي لي اسمك نفسياك يتقبع مررت بزيد أقول مررت زيدا نقول وفي الثالث نقد كل فنو تشاتو بسم زيدا ضربت أخاه زيدا ضربت أخاه وتقديري أهنت زيدا ضربت أخاه نمم تويزا زيدي نمم ذراو زيدي نمم بيجي رجياك أه استاذ مرق فصير ضربت ولا تقدر ضربت أبا هي قدري ضربت قنيني لأنك لم تضرب إلا الأخ وكم بيجي سبقول الروجو وكم بيجي زيدي أبا زيدا ضربت غلامه أو زيدا ضربت أخاه وتقديري هابا أهنت زيدا نمم تويزا زيدي نمم ضراو زيدي ونوسي قدي ضربتو قصبو كم بيجا زيدي ويزي قدي ضربتو قصبو زيدي كم بيجي ومن بيجا نجياكي ومن بيجا بتتواكي مفهم سأتو قديري وتكو مريفو سني قديريتو تسامة قول البالي زيدا ضربته ضربتك مفولي تقدي ضربتو زيدا زيدا مررت به مررت يتكي مفولي زيد مفولي وتقدر فينا مناك يا بطاقة مفول جاوزت زيدا سيو زيدا ضربت غلامه إلي ضربت غلامه نتفسر إلي فيه سيو لكن كيف ضربت زيدا ضربت غلامه زيدا كم بيجا سيبو رونغ سيو لكن سو من بيجا تراكي وكيف بيجا تراكي مناك يرين من تويزا زيدي مفنجا منيوانك زيدي سيو وتقدر يو فيلي أهنت زيدا حكرت زيدا واضح تقول واضح سأقوم بها وأعلم يوسام أن للإسم المتقدم على الفعل المذكور نيني خمسة حالات خمسة نيني ربيك اسم يا يعني نا خبر ياكي جمع إليه متعلق يا جرب الجواب وعلم يوا أن الاسم المتقدم في المذكور وما إنا الاسم لو تنقولية كي تنقولية في المذكور يعني إلي زيد هي زيد يقوان زي سيو هي إنا يو خمس حالات إنا حالتان هي اسم يقوان زي يمكو مي تنقولين إنا حالين قاب تانو يقوان زي أقوم بها فتارة يترجح نصبه مرة ينجينه ونراجح ونصبه شو نراجح سوى جيبه نراجح يعني ننقوف ونينك ونصبه شو لكن كسبه نصبه شا فيه يكون جيها وتارة يجيبه سينجين لازم ونصبه وتارة يترجح رفعه سينجينه ونراجح ورفعه وتارة يجيبه سينجينه ونواجب ورفعه وتارات يستوي الوجهان سجينه زوت بيلي صار اوكي رفايش كنا سبيش زوت دي درجة موجة سمي كون غاب تارات يترجح نصبه تارات يجب نصبه تارات يترجح رفعه تارات يجب رفعه وتارات يستوي الوجهان سمس تقول يا موجة بعد يا موجة فأما ترجيح النصبي أما يرجح نصبي ففي مسائل كما مسألة مينجي كنا مسألة مينجي بكون بكون نسبيش نراجح نهوزو كنو فايشة سيكون بالممنوع سي ممنوع لكن أزوري نراجح ونسبيش واضح منها ميونغوني مو مسألة هاي بكون بكون نسبيش نراجح أن يكون الفعل المذكور فعل طلب نكو إلي فيل الوتاجوا إلي مفسرة إلي مفسر إلي سيو نكو فيل طلب فيل يعني
يطالع في الاضطراب الليبي دي أمر مثلا في اليوم يتاكا سيو وهو في الاضطراب الليبي الأمر والنهي والدعاء يزنوني في ذي طلب زيدا اضربه هنا زيدا اضربه حساب راجع اسم زيدا راجع اسم لي زيدا قصب قالي قصب لي فين في الطلب سيو ونيني قصب لي وسي إلى خبر يصير في الطلب خبر تقريني في لبقى بس يطلب زيد سافر أخوه خبر يو لكن زيدا سافر يا إذا كان مش ضايف فيكو لكن راجع وبريو صفاني يو طيب أن يكون الفعل مذكور يكون الفعل رتاج وفعل نيني طالب فعل طلب وهو الأمر والنهي الدعاء كقولي كفنواك زيدا اضربه بس اضربه في الامر يو زيدا لا تهنه سمتو زمان نين نهيو اللهم عبدك ارحمه ارحمه لدعاء امر ما استعلاء وعكسه الدعاء امر ما استعلاء وعكسه الدعاء امر بموجه كتيانيو Tunajua kikumrisha chini na kwenye amru. Waksu kinyume chake dua ni dua. Woki mwenyezi Mungu. Uruzuku ni. Umumbrisha. Umumbrisha. Ni amri lakini mekona juu imehibadilika mekona dua. Wa innama yatarajahu nasbu fi thalika. Kwa nini ni rajih kunasbishwa? ونيني كون راجح كنصبشوا لأن الرفع وسببك رفيشا رفع يستلزم الإخبار بالجملة الطلبية عن المبتدا وسببك سما زيد اضربه زيد تكون مبتدا خبرت تكون جملة طلبية وهو خلاف القياس لأن كلمة قياسي قياسي خبرك وجملة نيني سي طلبي سيو خبر تقريني جملة مغوصة طلبية تقريني خبر يحتمل الصدق والكذب لأنها قصوهي طلبية لا تحتمل الصدق والكذب هي جملة طلبية هي تحتمل الصدق والكذب قصوه جملة كما لا أقول لك رجيها كنا بيلي كنا خبر نكون إنشاء الخبر ما يحتمل الصدق والكذبة إنشاء ما لا يحتملهما يو خبرنا بكم يزقوني كوير زقوني رونغو لو خبر هذا زيد سافر أخوه هذا كوام سفير أخو سفير زيد سافر يو يسافر هي لا يحتمل الصدق والكذبة هذا أصل لك الخبر ولا خبر طبعا حقو سلمشي وموجه وموجه بن شام كنا منو منو تعالى لكن هسي مال باقي هبا واو سبشي كهيتو يكي يكي توتو ile tena tuzima baadaye huko sasa tumejua kwamba nini ah tumejua kwamba ile ismu ikiwa فعل إنه كوجا بدأك لفعل الطلبي بس راجع فجأني ونصبيشة وإذا قلت فايشة لكن دي ضيف لكن دي راجع ونصبيشة سمو قاني سمو إلى الجملة الطلبية سيو شغل هاي ما قلت بلوشير تنبني ذاس ويشكل على هذا نحقوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما شيخ يطلب يا هيفي Mbona kwa Qur'ani imekuja rafu? Mbona kwa Qur'ani imekuja nini?
imekuja rafu. Imeshema kumbe hapo ishkilu ala hadha. Kutia mushkil kwa hii maneno yetu tunasema hivi, kwamba ile jumla ikiwa jumla talabi, sio? Yatarajahu nasbu. Kutia mushkili aya sasa. Yo. Wasariku wasarikatu faqta'u aydiyahuma. Ni bona hapa jumla ni talabia, faqta'u jumla ni amri, sio? Bona wasarikatu asariku wasarikatu, isiseme nini wasariq wasarikata kwa nasbi kama wasema nyinyi kwamba nini eh raji kwa nini iwe nasbi? Mbona katika Qur'ani kuja hivi? Fa inna wasabu hii aya, yani hii huu yarja nahwa kuli kuli taala, si aya fa innahu, yani fa inna nahwa kuli taala, hiyo nadhiru kulika, ni mfano lao kusema zaidan wa amran idrib akhahuma as-sariq was-sariqatu faqta'u aydiyahuma zaidan wa amran idrib akhahuma, kama hivi sio? Na hii zaidan wa amran rajih an-nasb hapa kwa sababu gani? Ile fili talabi, bora kae kuja hivi. Wa innama rujjiha fi dhalika an-nasb, hakika imerajihishwa katika hilo kunasibishwa likoni fiil mashghuli, kwa sababu ya kuwa ile fiil mashghuli fi'la talabin, sio? Ni fiil ya talab, hajajibu yeye. Wakadhalika kaulu ta'ala, hivyo hivyo pia yatashkali na Allah Mwenyezi Mungu aliposema nini, azaniatu wazani fajlidu kulla wahid minhuma. Lakini labda kuna hicho kiraa, kwa basikia bana, walqurau sabaa, na wale makurau saba wale, sio wote, ajma'u ala rafi, hata mmoja kusema nasu, hata mmoja kusema nini hapa bana, juzu nasu kura wote saba za nini arrafu fil mawdhi'aini, tena katika sari kuna katika zania. Ha, tutambia nini sheikh? Leo tuambiwa kwamba rajih ni kunasibishwa. Sababu nini? Kwa sababu ile fiili nini ni talabi. Aya mbili hizi, kuna maneno fasaha kule Qurani? Kuna sheikh, hiyo nahwa yenyewe fata Qurani, nahwa fata nahwa, Qurani fata nahwa, nahwa fata Qurani, sawa? Unatumia nini Ibn Shami? Wala kama sio cha mwajizisha, sio kama ufahamu sheikh. Wakad ujiba an dhalika, mejibiwe zo aya, sipo kuma sheikha usijue zo aya, ushasijibu kitabu zo aya. Bi anna takdira, kwamba takdiri hizi aya, ila kwazo sariku wa sarika faqta'u aydiyahuma, sio? Takdiri yake, mima yutla alaykum, katika ile ambayo kwamba wenye kusomewa nyinyi, hukumu sariki wa sarika, hukumu ya sarik na sarika, faqta'u aydiyahuma, nao hukumu yao nipi? Ni hino faqta'u aydiyahuma. Mima yutla alaykum, katika zili kunini kusomewa nyinyi, nini hukumu sarik wa sarika? Sawa? Sasa vipi si fasarik wa sarika mubtada? Sarik na sarika itakuwa ni mubtada. Hii asarik wa sarika ni mubtada ma'tuf alayhi. Hii sarik mubtada na sarika ma'tuf alayhi mubtada. Wal khabaru na khabari, sile jumla faqta'u, khabar fudhani ya nyingi, sio? Wal khabaru mahdhuf, khabari miondoshwa, khabari imeondoshwa, wa huwa aljaru almajrur, ni ile jaru majrur, mimma yutla alaykum. Wow. Sasa waqta'u hino ni jumla mustanaf, jumla mpya hino, ni jumla mpya. Sawa? Asariku wasarikatu wasariku wasarikatu faqta'u aydiyahuma, akwambia hii wasariku wasarikatu maneno shakuisha hapa, faqta'u maneno mengine. Sawa? Vipi
مما يتلى عليكم حكم السارق والسارقة وش بعد سبقطعوا جملة لي مستأنفة فلم يلزم الإخبار بالجملة الطلبية عن المبتدا بس هيك لازمه كيتولى خبر إلى جملة طلبية كيتولى خبر نيني مبتدا وسبب مبتدا هابا إيش أبتا خبر يا كيوكو هي جملة طلبية سيسي سي خبر فهم شغلي السارق والسارقة فاقطعوا سيو هي جملة طلبية سيو كي ظاهر كما دو خبرينو نصارق وصارق مبتدا سيو وكما لا سي خبرينو هي فاقطعوا سي خبرينو حتى يوسيك هي سارق مبتدا لكن خبر ياكي نيجار مجرور اما كما لم يفتح محذوف نو نيبي مما يتلى عليكم نهي فقطع هي جملة مستأنفة يعني ما مبيع أنا زمانين واب سأسا يقول لزيم وكو بهينو فقطعوا وكو بهيني خبر أنيني مبتدا إلي دو يترجح النصب كما بتفكور ريل زاسيسي بفهمي على جهة نعم جهة السارق والسارقة دو مبتدا في الأصل لكن يكون رشوة يكون مضاف إليه ما لا مبتدا تكون مبتدا نعم نعم لا سي لازم سي لازم هي ضميري وهي مو يكون تقول بانين فلم يلزم الاخبار بالجمله المبتدا ولم يستقم ولا يكون يشيكا عمل فعل عمالي يفعل من جملة كتوكنا جملة في مبتدأ كيفاني كوني كشيكا كيفاني نيني مبتدأ مخبر عنه أم بكمة الخبر بغيره نينجين من جملة أخرى جملة نينجين فهم شغل ولا مستقل ولا نيني حيكون يشيكا عمل فعل عمل يفعل من جملة كتغرك جملة إكين كتغرك جملة في مبتدا إنك نكفني كذا كتغرك مبتدا بقوم با مخبر مخبر عنه مبتدا ليش تلو خباري بغيره نفيل ينجين من جملة أخرى تبين ينجين هيكون يشيك هي كازي يفعل فاقطعوا سيو يعني هيكون بطا زي شرطي هيكون يشيك من عميني زي شرطة زي كتيمية لو فرغ لرجع إلى ما قبله أو لو يكون هين إلي أيديه ما يجري كل يوم أو المشكلة هو سلي ضميري أيديه ما هاي فرغيش الطوى إلى أيديه ما أو يترجي يقول نيوما فقطعوا ارجي سس كوبانيني كوباهي ايا هيزي حازي وركم مشتغل كبسا سكرو مشتغل وزو مشتغالي شرط ياكي لو فرغ لو قال لك بفرغيش ويفعل هي ضميري ها لا صلي ترى زيد لكن ها فاتو كي فرغيش ارجي يقول لك كسبيل الى مبتدا خبر ياكي إلي شبات ديدي خبر ياك جملة شتيمية قولة سو سفرتين زيد عالم زيد عالم وأبوه جاهل إيه ضمير مون يو وأبوه جاهل سكونا ضمير غير زيدي لكن أبو تربو فيب نيني نخبر كوش دو هذا كيفان كيقوم يا جماعة سيكي بيس سيش عبد الله طيب ساسي ابن الشامي يقول تويليزا قوامبا هي اسم يو تنغولية هي كيجا بداك فعل أمو كوباني طالبي سيو
بس يترجح نيني النصف سي واجب فمياني سي واجب يترجح نيني النصف وصبقاني وصبابو إكياسي خبرني كوني خبر سي كوني طلب مبتدا تروديني خبر كوني وخبر سي كوني طلب أكتوليزا زوري كتفكنا إيشا فاتكنا آه ما شاء الله كيشا فوق أكتوليزا مشكل بدو غاشا تكتنا إيشا سيسي أسيبا يجي شو بقى كتب توني شو بقى كتب توني شو بقى كتب توني أكتوليزا كتب توني أكتوليزا كتب توني أسأل لك إليه كنا آية بيلي زي لذا سمريني والسارق والسارق ركاتو فاقطعوا والزانية والزاني فاجلدوا سيكما هينو شيخي سألا هي زي نجين هزي مقام وغير كم لغو آه في بمعنى لكن والسارق والسارق فاقطعوا سيني ولا قصة زيدون وكسما زيدون زيدان اضربه سيو زيدان اضربه كل هذا فوضى وسريني والسارق وسارقاته فاقطعوا استفهام شيخ حسين ما بالك اتكا زيد اضربه وقسم زيدون يتبدل اضربه يعني خباري حقول نمنا سيو لكن هابا والسارق وسارقاته سي لازم فاقطعوا يعني خباري هي لازم يكون خباري له فاهم وصبغه تويزا كنت خبر نجينه فزغريدي فليت خبر يجي نو في بي مما يتلى عليكم حكم السارق والسارقة كتكزيل ambao kwamba wasomewa nyinyi ni hukumu ya sarik na sarika wao shepati habari yake mbona umekwisha kwa sio sasa anza mbona umepia na kwa nini sasa huyu ibn sham na hao wengine kina sibawela kana ni kueleza hivi وسبب كرة سبعة وقت وهم كوفين رفعوا. يه كرة وقت سبعة عليه وفين رفعوا. وقت في كيان كوجه مرجوح، وجه ضعيف. والوقت وتشريكيانا ووالتي كراة شبكوا من كوجه ضعيف وقت. فمش له سوم له وقت ونص مزدسيس. ونو مجيده. بفرانته. ناو. وفارس اشتغال. نبرا غبيا فلم يستقم عمل فعل هيكون يشيك عمل فعل يعني هيكون بتكذا شكل ذاكي لون في بيكو بلو تونوش ضميري يتازا قرقيا نيوم أقوله فلم يلزم الإخبار بس هيكون لزيم كتول خباري بجملة الطلبية كويلة جملة طلبية عن المبتدا يعني كي آية إذا آية هي لازم كيفان يلي فقطعوا فجلدوا واني خبر اللي نيوما هي لازم وصبقاني فإذا تقطوا خبر نيجين كما الفوتو ايه ولا مستقيم ولا هيكون يشيك عمل فعل عمالية فعل من جملة كتوكان جملة في مبتدا يكاد يكيفاش مبتدا أبقى مخبر عنه إلا ترو خبرك بغيره كويسكوهيو فعلي من جملة تخرج نيجين السارق والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما سيو هي فعل فاقطعوا سيو هيكون يشيكا يعني هيكون تيمية شرط زاكي كوجة كويزة كوريجيا نيوما كنفتا مبتدا كنفتا ليه مبتدا إيو إني خباري ياكي نا هيكون كويتا ويزة كمناسبيشة ولي زيدي كوني مفولي ياكي واو هيكون يشيكا يعني زي شرطة زي كنفتكانا لو يتفرغيش ولا اللي فقطعه سيو يتفرغيش ولا اللي نيني مفعول يبليه أكله هيتوزع قريبا نيوما قصب قاني يلي نا خبر ياك في في وينك وكم تمشي نا خبر ياك يكون أقوم نسميش تنا كي يوم شاني لي زيدا اضربه وكسمه زيد اضربه وكونوش له هو زيد اضرب يتقول له اضرب ويزع قوم سنتيش وقزيد سيو زيدا اضربه سيو وزق سما زيد اضربه ووجه ضعيف وكيف زيد مبتدا لخبر لكن راجع سمريني زيدا اضربه كونيني كو هاب اذا كان زوت مبيلي كو سو بلوتو نوش له هو اللي ضرب اللي اضرب تبرقيا زيدي
lakini katika hii aya lao tondoshe la aidia huma si lazima kurejea zaidi kurejea sarikh wao kwa nini kwa sababu sarikh ni mubtada ina habari yake kule jumla shatimia kule wazi sio kombe hapa kuna katoli kuzuri kicho kufahamu ta utanambia si nyepesi lakini ataka nini ulale uzuri badrishai pale uinuke fajiri kabla fajiri pale usona kaza kubili za tahajud pale sio kisha usome Qur'ani kidogo ishike zigatia hii ukelewa vipi vipi bana yani wewe akili yako safi lakini una mashughuli mashughuli ya kazi ili uje usobamba ufahamu kitu wallahi.